تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم مشاهدين الأعزاء المستمر في إكمال الجولة الأولى في هذه الانطلاقة والتحدي والتواصل في أرضية هذا الميدان. تواصل أشواطنا وانطلاقتنا في هذا الصباح. الشوط الخامس أعلنت بداية انطلاقته، أعطت إشارة البديل للانطلاق في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. نسير مع الابكار لإذاع المحليات الأصايل الذي أعلنت انطلاقتها على المقدمة. الناس تسيطر على المقدمة العسيلة علي بن حمود بن علي الظاهري، ولكن ينخطف المركز الأول من قبل الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي على المقدمة على المركز الأول، بينما العسيلة في المركز الثاني وعلي بن حمود بن علي الظاهري على ثاني المراكز. أما المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم في سمحة سيف بن سالم النايلي على المركز الثالث، والمركز الرابع رابع المراكز هملولة عبيد بن هلال بن مبارك العفاري على رابع المراكز، وبقول المركز الخامس هنا الشاهينية حمد بن خويتم العامري على المركز الخامس. سادس المراكز تتقدم الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. المركز السابع حضرت هنا وانطلقت العفريت عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. ثامن المراكز الشاهينية عبيد بن سلطان بن مرخان الكتبي. أما المركز التاسع في هذه اللحظات مهمة علي بن خلفان بالشاوي الغفلي، والمركز العاشر هناك تتواجد في الشاهينية. مشاهدينا متابعينا الكرام أو بنشوف هنا ندى في هذه اللحظات وذياب بن سالم بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط الجميل الذي يحمل هذه الانطلاقة في تحفة الميادين في ميدان المرموب عبر شاشة دبي ريسنج المتابعة. نرحب فيها بكل الحاضرين وكل المشاهدين. نعود هناك إلى مقدمة الشوط وتسيطر مرة ثانية بعد أن أكملنا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى. هذه الشاهينية مع رئيس الهجانة علي بن خليفة الرميثي، ولكن بقول خليفة بن علي بن خليفة الرميثي الذي يقدم الشاهينية في هذه اللحظات. يلا يا أبو هناد واصل. سيف بن سالم النايلي مع سمحة مشاهدينا متابعينا الكرام الذي تتسمح أمورها وتغير من مركز إلى مركز المركز الثالث. تتقدم العسيلة على ثالث المراكز علي بن حمود بن علي الظاهري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هاملولة على رابع المراكز وعبيد بن هلال بن مبارك العفاري على رابع المراكز. أما المركز الخامس الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي تتقدم في هذه اللحظات على خامس المراكز، والمركز السادس هنا الشاهينية حمد بن خويتم العامري، بينما المركز السابع وصلت في هذه اللحظة الشاهينية عبيد بن سلطان بن مرخان على المركز السابع، وينما المركز الثامن وصل بن عفصان هناك مع العفريت عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. والمركز التاسع في هذه اللحظات تتواجد في مهمة علي بن خلفان بالشاوي الغفلي، والمركز العاشر هناك مع ندى وذياب بن سالم بن دري الفلاحي. هذه النتيجة.
هكذا نعود مشاهدينا متابعينا الكرام الى الشاهينية اللي تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات. خليفة بن علي بن خليفة الرميثي يقدم الشاهينية وهي تندفع على المقدمة تقود مسار هذا الشوط، تقود الإذاعة المحليات الأصايل في شوطنا الخامس وتتقدمهم بجدارة بعرض تلقائي بدون أي توامر. سمحة على المركز الثاني، سيف بن سالم النايلي يقدم سمحة على ثاني المراكز في هذا الاندفاع، بينما المركز الثالث تاتي في الشاهينية هناك بحمودة، كذلك الحاضر والمقدم عفوا العسيلة، مقدم العسيلة علي بن حمود بن علي الظاهري مع العسيلة على المركز الثالث. أما المركز الرابع نشوف هنا الثلاث المراكز منفردة عن البقية ومجموعة أخرى هنا على المركز الرابع، وتتقدم كذلك الشاهينية عبيد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وياتي عامر بن عفصان المنصوري بالعفريت على خامس المراكز، هاملولة على المركز السادس، عبيد بن هلال بن مبارك العفاري سابع المراكز، حمد بن خويتم العامري يقدم الشاهينية المركز الثامن، تتقدم في الطيارة وحمد بن سالم بن سليم الكتبي. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام، نعود خلاص على المقدمة، نعود مع المراكز الأولى لنتابع هذه التحديات. وقائد رئيس الهجانة هناك مع المركز الأول يقدم هذا الشعار، خليفة بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الأول ومع الشاهينية التي تنطلق حاملة الفوز حتى هذه اللحظات والناموس في هذا الانطلاق. ولكن يا سلام يا الرميثي، دير بالك من النايلي، يا سلام، سمحة 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 مشاهدي العزاء تنطلق على المركز الثاني، سيف بن سالم النايلي على ثاني المراكز الذي يقدم سمحة، العسيلة في المركز الثالث، علي بن حمود بن علي الظاهري على ثالث المراكز، والمركز الرابع وصل بن عفصان العفريت، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا المراكز الأولى، هكذا مسار هذا الشوط الجميل الذي يحمل لنا هذه التحديات وهذه الأسماء من بدايتها بالأثارة وبالحماس بالانطلاق الجميل. الشاهينية مسيطرة وسمحة واصلة، سمحة واصلة لا محال عن وصولها. الله 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 الله، سمحة بدأت تتسلل تتسلل مشاهدينا متابعين الكرام، والعفريت الواصلة العفريت، ولا سمحة غيرت هناك على المقدمة، سيف بن سالم النايلي هناك، السلامات عيناوية وأهالي البصرة يا النايلي، تتابع مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك العفريت العفريت راكب راسها مليون عفريت، عفريت عفريت عفاريت في راسها، عفاريت في انطلاقتها. الله يا بن عفصان، الله يا عامر، عامر يا عامر، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والله له ارتباط مع اسم العفريت، مع اسم العفريت، يعني يقدم دائما لنا كل موسم تقريبا يأتينا بعفريت أخرى وسبوق وتتقدم وتنطلق. ويا سلام يا أبو حمد، صباح الخير، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، شعار صال وجال، شعار انطلق وقدم الكثير في عالم الأصايل. هذه العفريت تسيطر، هذه العفريت تعلن السلامات والتحديات هناك لمدينة العين. تهانينا لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري على فوز العفريت في هذا الشوط وانتزاعها الناموس بانفراد ما شاء الله بدون منافس على الإطلاق. بينما بنشوف المركز الثاني وصلت في شاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، والمركز الثالث العسيلة لعلي بن حمود بن علي الظاهري، المركز الرابع سمحة لسيب بن سالم النايلي، والخامسة اللي هي الشاهينية لحمد بن خويتم العامري. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، الخمس الأخرى لجنة خط النهاية لها متابعة، أما نحن بنتابع توقيت العفريت في 6 كيلومترات 9 دقائق بالتأكيد، ولكن 27 ثانية بعد 9 دقائق وجزين من الثاني، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري تهانينا على هذا الفوز. بينما وصلت الشاهينية في المركز الثاني، يا مخرجنا بنشوف الشاهينية اللي على ثاني المراكز، هذه الشاهينية في توقيتها الزمني في مسار وتحديات هذا الشوط وهذا الاندفاع
الشاهينية قطعت المسافية 9:35 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي، وصلت في المركز الثالث لعسيلة، هذه على شاشة التلفزيون في 9:36 سبع أجزاء من الثانية. علي بن حمود بن علي الظاهري، مشاهدينا متابعينا الكرام في تواصل أشواطنا المستمرة في هذا الصباح.